انتصار جديد تحققه قوات سوريا الديمقراطية على تنظيم داعش الإرهابي. بلدة الصور التي شهدت مواجهات عنيفة مع بداية انطلاق حملة عاصفة الجزيرة باتت محررة بالكامل. لهذه البلدة أهمية استراتيجية على الصعيد العسكري، فبتحريرها بات الطريق مفتوحا أمام مقاتلي سوريا الديمقراطية للتوجه صوب بلدة مرقدة التي تعد من أهم معاقل إرهابي داعش في الريف الشمالي لدير الزور. هذا الخط الذي ترونه كان مكانا للحواجز، وهو مدخل لمدينة الشدادي والطريق الذي يؤدي إلى دير الزور، والجانب الآخر يؤدي إلى الميادين. في البداية حررنا الصوامع، وبعدها دخلنا إلى المدينة وشتتناهم إلى أقسام، منهم من كان يقاوم ومنهم من كان يفجر نفسه. والله فال بلشت الحملة من الصوامع، تمام بلشنا بالصور، كان لهم حاجز هون هفال، وكمان كان في حاجز قدام، ويعني احنا والهفالات تساعدنا، اجينا الحمد لله هي تمام بشكل عام، يعني الصور كلها خاصة، حررنا المناطق كلها، قتلنا هون يمكن الهفالات صوروها، هون 3 داعش، وكمان هونيك الحمد لله بفضل الله كمان قتلنا 3 داعش، وهلا ان شاء الله متجهين على الريف. تم تحرير بلدة الصور، وقوات سوريا الديمقراطية تستكمل طريقها لتحرير ريف بلدة الصور من تنظيم داعش الإرهابي. بشار بشير، قناة اليوم، دير الزور.